فازت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بجائزة أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي. وأضاف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى أن فوز وزارة الأشغال بهذه الجائزة يجعل منها أول جهة بحرينية تفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي منذ تأسيس فئتها الإقليمية، موضحا أنه في ضوء توجيهات القيادة في البحرين لتعزيز التواصل مع الجمهور عملت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين على رفع مستوى التفاعل المباشر مع جمهورها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر الوزارة أول جهة حكومية تستخدم خدمة الإعلام الاجتماعي على مستوى الهيئات الحكومية في المملكة منذ عام 2011. كما أشاد سعادة وزير الأشغال بأداء وجهود إدارة الاتصال بالوزارة لاستخدامها شبكات التواصل الاجتماعي لتحقيق شراكة مجتمعية إلكترونية باعتبارها إحدى أهم القنوات للوصول إلى أفضل ممارسات التطوير، حيث عملت الوزارة على مد جسور التواصل الإعلامي مع جمهورها من خلال الترويج لمشاريعها وخدماتها، وأيضا تبادل وجهات النظر، مقدرا التواصل الدائم مع العديد من الشكاوى والمقترحات التي تصل إلى إدارة الاتصال يوميا. من جهته صرح مدير إدارة الاتصال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني السيد فهد جاسم بوعلاي من خلال دراسة قامت بها إدارة الاتصال لقياس أثر التفاعل المتبادل بين الوزارة والجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار وإبداء الملاحظات بشكل مباشر حول خدمات وأداء الوزارة.